أحيانا كثيرة لا يفهم البعض كلامنا ويفسره كما يحلو لهم أو حسب نواياهم. هنا نحن مسؤولون عن كلامنا وليس عن فهم البعض، ومهما شرحنا سيبقى هناك فجوة اسمها سوء الفهم أو سوء الظن. حينها يكون الصمت هو الحل، وحتى هذا الصمت هناك من يسيء تبريره أو فهمه. نعم، بعض العلاقات والأشخاص متعبون، وكل طاقتك بالتبرير أو ادعاء البراءة يستنزفون، وكأنك طوال الوقت متهم أو تذر الرماد في العيون. يا إخوتي ويا من تسمعون، تمر علينا أيام حتى رد السلام يكون متعبا. فرفقا بنا، رفقا بأعصابنا، رفقا بوقتنا، رفقا بصحتنا، رجاء رافقونا بسلام أو اتركونا بسلام.